وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. ولا شقيا إلا رددت. اللهم اجعل وعيد وصل للأرحام يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. صحبي
ورفاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين 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 بنعم الخلاق أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى 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 وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولاي فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب وإذا مت إلهي اجعل لي نورا في قبري واغفر لي وإذا مت إلهي اجعل لي نورا في قبري واغفر لي وإذا مت إلهي اجعل لي نورا في قبري واغفر لي وإذا مت إلهي اجعل لي نورا في قبري واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة
الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة أن تدخلني غرفي الجنة أن تدخلني رب الجنة صعب أتمنى وتهب لي درجات العليا يا ذا المنة يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب والتاني العنود يطلع من هنا وده يطلع من هنا وده يطلع من هنا المسألة ملعنة من الايه ما لها من الجميع. لا هنجيب علب هنجيب علب خالدين فيها يعني ملهاش مدة موقوتة البلوى انها ايه تفلش قضية وتذكر قضية لما يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب المسألة زي البشر يعني يقول لك اسمه لما ياخد نفس شويه ولا بتاع ولا اي حاجه لا دي مش هتحصل ولا هو ايه ما يجي بقى ولا هو بالضبط ما يجي كده الحق سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق واد يحمد وصانع الصنعات ويحب ان تكون على ما كان يود ان صنعته ولذلك هي مش في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام قال ورواه العز أقط الأرض وحق لها قالت يا رب على خير سيدي مخلص هل وحدها ولا هي وجوزها؟ يا جماعة صوما مقبولا وإفطارا شهيا كلنا أكيد صاحب الحفلة الجميل الدكتور أبو الحجاج أكيد كلكم الشوقين تسمعوه وأنا أكثر شوق منكم ليه فياريت نسمع كده بقلوبنا وبعقولنا وبأذاننا مع الدكتور أبو الحجاج تفضل دكتور السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين وإفطارا شهيا إن شاء الله وإن شاء الله السنة الجاية نتجمع كلنا في نفس الموعد بإذن الله ولكن إن شاء الله تحت مظلة رابطة أبناء الصعيد طبعا أنا سعيد وفخور اليوم إنه غالبية الموجودين هم ينتموا إلى الصعيد أو محبين الصعيدة طبعا في ناس معانا هم محبين الصعيدة فإحنا بنرحب بيهم ولذلك أنا كنت حريص اللي موجودين النهاردة إما هو صعيدي وإما شخص محب للصعيدة وطبعا إحنا كصعيدة تعودنا في أي مجتمع نتواجد فيه ما نكونش عالة أبدا على المجتمع اللي إحنا فيه إنما بيكون لنا دور فعال ننمي المجتمع الموجودين إحنا فيه فإن شاء الله رابطة أبناء الصعيد من أهم أهدافها هو تنمية المجتمع طبعا الصعيدة هم حسب اعتقادي اللي بنوا الأهرام لأنه طبعا اللي بنوا الأهرام الفراعنة وفي بعض الصعيدة هم أحفاد للفراعنة وأيضا قناة السويس مش عايز أبالغ وأقول إنه اللي بنوها صعيدة ما حدش هيتحمل معاناة أبدا حفر القناة إلا صعيدة أيضا اللي حول مصر كلها من ملكية إلى جمهورية هو جمال عبد الناصر وهو طبعا صعيدي وأيضا ما حدش كان أبدا يقول كل رؤساء العرب فورا تجتمعوا هتجتمعوا ما حدش ابدا عمل كده الا الزعيم عبد الناصر وانا مش هيجي حد ابدا يقدر يامر جميع العالم العربي والعالم كله زي جمال عبد الناصر وهو صعيدي طبعا انا ما بقولش كده هي لا عنصريه ابدا لكن انا عايز اذكر اخوان الصعيده احبائي وعزواتي الصعيده انه احنا هنا في المجتمع في مجتمع العاشر عايزين ناتي الى مجتمع العاشر وننمي اخلاق الصعيد وقيم الصعيد
وجميع عادات وتقاليد الصعيد الحميدة، طبعا بما فيها من شهامة وكرامة وعادات وتقاليد وأخلاق الصعيد هي معروفة. فاحنا عايزين ننقل إلى المجتمع العاشر جميع عادات الصعيد إلا طبعا عادة واحدة وهي عادة الصقر. طبعا لقد الله ناتي بعادة الصقر إلى هذا المجتمع، إنما باقي الصفات الحميدة إن شاء الله إحنا هنعامل بها مجتمع العاشر. وأنا بقول إخوان الصعيدة إحنا عايزين نتعامل بقيمنا وأخلاقنا. لو واحد ندى قدر الله تتعامل معاك ندالة، أنت تتعامل معاه بقيم وأخلاق الصعيدة. لو واحد خسيس أيضا تعامل معاه بأخلاق الصعيدة. وأخلاق الصعيدة هي طبعا في الغالب العام هي أخلاق إسلامية حميدة. طبعا الصعيد حافظ على الأخلاق الصعيدة وحافظ على التراث الإسلامي لظروف المجتمع الصعيدي وللبيئة الصعيدية. فإحنا إن شاء الله داخل مدينة العاشر هنحافظ على قيمنا وأخلاقنا الصعيدية اللي هي بكل ما فيها من صفات حميدة، وعايزين نظهر وكلنا دور إيجابي في مجتمع العاشر من رمضان، مش هنكون أبداً لنا دور سلبي أو دور سيء أبداً. وأنا إن شاء الله أتمنى جميعاً نساهم في تفعيل رابطة أبناء الصعيد، وإن شاء الله السنة الجاية جميعاً نجتمع ويفطار شهي تحت مظلة رابطة أبناء الصعيد، أهدافه والله أهداف خيرية، أهداف لتنمية المجتمع بأكمله. مش عايز أطول عليكم طبعا، وإن شاء الله إن شاء الله في هذا العام عايزين نخلي هذا الموعد من كل رمضان هو عام لقاء إخواننا الصعيد. وأنا كنت حريص إني أعزم كل ما هو صعيدي أصيل، طبعا أكيد في صعيدة أسرة كتير جدا في العاشر، لكن كانت دعوة موجهة لكل من هو صعيد محافظ على التراث الصعيدي، وأنا هظل محافظ على التراث الصعيدي وهزرع في أولادي التراث الصعيدي. وعشان كده كل اللي موجودين اللي توجهت لهم الدعوة من الصعيدة هم الناس المحافظين على التراث الصعيدي، مش النخبة ولا الصفوة اللي هم تنصلوا من المجتمع الصعيدي سرعان ما غيروا توهم وتنصلوا من المجتمع الصعيدي. طبعا ولو صعيدي أصيل استحالة يتنصل من أصله ومن عاداته ومن تقاليده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور المستشار الإعلامي لوكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الدكتور محمد رزق. السلام عليكم. هو الحقيقة الدكتور أبو الحجاج تكلم عن الصعيد بشكل خاص. كلمة الصعيدي بالنسبة لي بتستدعي من الميموري من ذاكرة حاجات جميلة قوي، بتستدعي عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليه، بتستدعي أستاذنا الدكتور طه حسين، بتستدعي عباس العقاد، بتستدعي شيخ الأزهر الشيخ طيب، بتستدعي عبد الناصر، كل العظماء والنجباء والنبلاء من أبناء هذا الوطن ربما نشأوا في هذا الإقليم. هبدأ بس بكلمتين صغيرين كده، هقول الأول: إلهي خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وعافيت وأبليت، ومنعت وأعطيت، وأضحكت وأبكيت، وأفقرت وأغنيت، وأمت وأحييت، وأضللت وأهديت، وأسعدت وأشقيت، وأبعدت وأدنيت، وقربت وأقصيت، وأمت وأحييت. فسبحانك يوم عنا على العرش استويت، فلا إله غيرك وأنت على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الكونين وشرف الدارين وإمام الحرمين ونور الظلمتين، قرة كل عين، المخصوص من حضرة ربه بقاب قوسين. الحقيقة المشهد العام في بلدنا الحبيبة مصر بيتعرض ما بين الفرح والحزن. أمامنا تحديات كتيرة جدا وأخطار عديدة جدا، يجب جميعا أن نبتسم بروح تقبل الآخر وروح المحبة الخالصة والود والإيجابية. أعتقد أن الوطن بيمر بمحنة، ولكن هذه المحنة إرهاص ومخاض إلى مولد جديد لمصر. إحنا نتغلب على كل التحديات، المحن والشدائد بننصهر فيها وبتسقلنا، وبإذن الله مصر محفوظة رغم أنف الحاقدين ورغم أنف المتآمرين ورغم أنف المتربصين ورغم أنف الإرهابيين، رغم أنف كل من يكيد إلى هذا الوطن أو أن يخطط ويحاول العبث باستحقاقات هذا الوطن. لأن مصر قبل أن تكون في حمى البشر فهي في حمى رب البشر. مصر قبل أن تكون في حاجة إلى حماية من الناس
فهي في حماية من قبل رب الناس سبحانه وتعالى. مصر رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات ورغم كل المعوقات ورغم الأخطار التي تحيط وتحدق بالأمة من كل حدب وصوب، إلا أنها ستجتاز هذه المحنة وتتحول كل أحزاننا إلى أفراح، وستتحول كل دموعنا إلى ضحكات وابتسامات. جميعا سنجفف الدمعات ونرسم على الصغر وعلى الشفاه وعلى المهيئ البسمات. الحقيقة أنا سعيد جدا لما الدكتورة والحجاج كلمني النهاردة وأنا في المكتب وقال أبناء الصعيد، مع أني شرقاوي حتى النخاع، بس أنا الصعيد بتستدعي حاجات كتير جدا، وأنا بصفتي أحد خبراء التنمية البشرية يمكن درست تنمية بشرية نظري كتير، إلا أن أنا بجد نموذج مجسد وصورة حية للتنمية البشرية في شخص الدكتور أبو الحجاج. قدرة تخطيطية وقدرة تنظيمية، وعنده حب وعنده مودة وعنده عطاء وعنده إطار. أنا مش جاي أعمل له برنامج انتخابي ولا حاجة، بس أنا بقول يا جماعة إحنا في مرحلة ندعو من قلوبنا أن تعود مصر إلى حضارتها وإلى مناراتها وإلى ريادتها وإلى قيادتها حتى تكون في مصاف الدول. فمصر هي الحضارة، ومصر هي المنارة، ومصر هي الجدارة، ومصر هي الجسارة، ومصر هي الأمل. مصر بكم تعود، مصر بكم ترتفع. أسأل الله أن يحمي مصر وأمنها ويحمي جيشها وشعبها، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. طبعا شكرا للدكتور محمد، والدكتور محمد طبعا راجل مفوه وبسم الله ما شاء الله، وراجل يعني نعم هو شرقاوي لكن ما هو الشراوة ولاد عم الصعيدة، وطبعا كل الموجودين الحمد لله اما هم صعيدة وهم شراوة، وهو الاثنين ولاد عم، وزي ما بقول هم الاثنين برضو بيمتازوا بالكرم، فهو الراجل يعني محب برضه للصعايده، وما كانش خد الجنسيه الصعيدية يعني مش عايز يعني نوعا. وهو ليه مقوله عن الصعايده بيقول الصعايده اصحاب بشرة السمراء ذات القلوب البيضاء، ذو القلوب البيضاء، دي مقوله بتاعه الدكتور محمد. فشكرا له. عايز اقول لهم حاجه، يعني الدكتور ابو الحجاج قال لنا خبر جميل قوي، وسيدنا النبي بيقول من اسدى اليكم معروف فكافئوه، وبيقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وسيدنا داود بيقول لربنا مرة يا رب علمني كيف أشكرك، قال له يا داود لا تشكرني قبل أن تشكر عبدا قد أجريت لك الخير على دي. أعتقد أن اللي قاله الدكتور أبو الحجاج يستحق أن احنا نسقف من قلوبنا ونحيي الدكتور تحية كبيرة جدا، عشان السنة الجاية تكون ربطة أبناء الصعيد. فأنا بس أجلكم نحيي الدكتور أبو الحجاج. والآن مع كلمة السيد الأستاذ جلال شحاتة المدير التنفيذي لهذا الصرح الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في صرح من أكبر الصروع الرياضية في منطقة في محافظة الشرقية وفي محافظات القناة عامة، وبنرحب بكم ونشكر صاحب الدعوة الأستاذ الدكتور أبو الحجاج على دعوته الكريمة للإفطار الجماعي. وأنا شايف الحقيقة معظم الناس الموجودين مشرفين أعضاء من أعضاء جمعية مميز، وبناشد بقية الأخ الإخوة الضيوف وإن كانوا هم يمثلوا يعني عدد قليل أن يشتركوا في النادي وأن يتواجدوا في النادي للاستفادة من الخدمات ومن الأنشطة الموجودة في النادي. فبنرحب بكم ونقول لحضراتكم كل سنة وأنتم بخير، والسنة الجاية إن شاء الله نلتقي على خير تحت اسم رابطة أبناء الصعيد. ويسعدنا دائما إن احنا نتلقى منكم أي ملاحظات أو أي اقتراحات، إن شاء الله نكون يعني عند حسن الظن ونقوم باللازم نحو توفير مناخ أفضل لأولادنا وأبنائنا سواء من الصعيد أو من غير أبناء الصعيد. فأهلا بكم، نحن مجتمع واحد ونسيج واحد، فمرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. ونشكر في النهاية الأستاذ الدكتور أبو الحجاج عبد الغني رئيس مجلس الإدارة على دعوته الكريمة، ودايما في الخير ندعو وفي الخير نلتقي، وكل عام وأنتم بخير. طبعا شكرا للكابتن جلال، وهو المدير التنفيذي لنادي الرواد، وبصفة المدير التنفيذي طبعا رحب ترحاب خاص جميع الضيوف. هو الراجل يعني مدير التنفيذي لهذا الصرح الكبير، فالراجل كان ملح انه لازم يرحب بكل الضيوف الموجودين، وانا يعني برضو اضم دعوتي ليه وارحب مره اخرى بكل الضيوف في نادي الرواد.
وزي ما قال الكابتن جلال أدعو كل من وليس عضو أن يصبح عضوا في نادي الرواد، يستفيد من جميع مزايا هذا الصرح الكبير اللي إن شاء الله هيكون أكبر صرح في مصر كلها بإذن الله خلال سنوات قليلة إن شاء الله. وشكرا، وإن شاء الله نتمنى كل عام أن نلتقي على الخير وتكون مصرنا الحبيبة في أحسن حال إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في شاي وعلى ما أعتقد في حلو، فما استعجلوش وتمشوا. وشكرا. صوتك من العنب ده بس في الشباك. The Salet Universal Top Coding, technology for